يوم أهم يوم، كل يوم لازم تفيق من النوم وتقول لحالك اليوم هو اليوم اللي بتقلب فيه حياتك. اليوم رح أغير جسمي للأحسن، اليوم رح ألاقي توازن بحياتي، اليوم رح أتخطى كل المخاوف، اليوم رح أقول للعالم أنا مين. إشي واحد ممكن يغير حياتك بالكامل. بدك حياة أحلى، وظيفة أحسن، مرأة أحسن، جسم أقوى وأجمل، كل هذا إلك لو بتاخذ قرار اليوم. أنت مش أول واحد بيواجه الرفض، كل الناس بتمر بفشل لما الناس تقول لك لا. لما حد يقول لك مش رح تاخذ اللي بدك إياه، إيش رح تعمل؟ جاوب، إيش رح تعمل؟ كيف بتقدر تكمل بعد الدا؟ أقول للعالم أنا مين، أنا ماني ضحية، أنا المسؤول، مش رح أشفق على حالي، كلها هي فرصة لأعمل مجهود أكثر، أعطي وقت أكثر، كون أذكى، الرافض مرفوض، إذا بدك تنجح بالحياة، كلها ميدالية، جمع كلها، كل رفض، كل فشل، حول كلها لإيه، ثاني شيء أكبر وشك، لأنه كلهم بدهم يكتفشوا.